مثلا قضية البوركيني، طبعا اتمنى ان يكون المشاهد عارف ايه هو البوركيني، اللي هو المايو الشرعي الاسلامي او الشرعي، ستات لبسوه ونزلوا بيه. ما حصلش مشكله قانونا، ما حدش يقدر يمنعه. اثار مشكله يا استاذ شريف، بعض الناس رفضوه. هقول لحضرتك بس واحده واحده، ما حصلش مشكله الى ان ايوه جم ناس اعترضوا وزعقوا واتخانقوا وقالوا انتوا لا يجوز انكم تقعدوا هنا وامشوا. فحصلت خناقة ومعركة بالأيدي بين أهل الفتيات اللي أو النساء اللي بوركيني والفرنسويين، اللي هم بيعتبروا أنه ده اقتحام لخصوصية فرنسا وثقافته. هنا بقى يتدخل القانون، تمام، يقول لك طالما أن هناك قضية أثارت مشكلة ووصل الأمر إلى التشاحن والشجار بالأيدي، إذن من حق المسؤول اللي هو العمدة ان هو يتدخل. فالعمدة اصدر قرار في هذا المكان بمنع البوركيني، مش فرنسا كلها، في هذا المكان فقط، المكان ده فقط. في عمدة تاني عمل نفس الحكاية، لكن مش قانون عام.